هاتفيا ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية الإخبارية. أهلا بك آلاء وكل مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. كنا نتحدث عن هذا المقترح من قبل الإدارة الأمريكية والذي تحدثنا عنه منذ قليل، وبالتأكيد يأتي هذا في ظل أزمات طاحنة بالداخل الإسرائيلي، وربما أيضا يأتي في ظل ترحيب أممي أوروبي. على ما تكشف دكتور أحمد المعطيات الراهنة؟ الواقع أن المقترح الأمريكي هو بيعكس العديد من الدلالات. الدلالة الأولى أن هذا المقترح هو طبعا لم يقدم جديدا غير ما استضمنته المقترح المصري الذي قدم من قبل ذلك وتعنتت إسرائيل برفضه، والذي يشمل 3 مراحل وينتهي بوقف دائم إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان وعودة النازحين إلى أماكنهم، وأيضا تبادل الأسرى بين الإسرائيليين وبين الفصائل الفلسطينية، وانسحاب القوات الإسرائيلية ورفض أي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة. نعم. وبالتالي الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف بتعكس ما قدمته مصر من قبل في اقتراحاتها. الدلالة الثانية حقيقة أن هذا بيعكس قناعة لدى الجانب الأمريكي، وربما حتى إذا كان نصب هذا الاقتراح بأنه مقترح إسرائيلي، بينسب أن فشل الخيار العسكري وأنه لابد من إنهاء هذه الحرب العبثية التي لم تؤدي إلى تحقيق أي أهداف للجانب الإسرائيلي، بل بالعكس أضرت بأمريكا وأضرت بإسرائيل. إسرائيل الآن دولة منبوذة، دولة معزولة دوليا، وتعكس أيضا ما أكلت عليه مصر مرارا بضرورة وقف هذا العدوان، وقف نزيف الدم الفلسطيني، وقف المعاناة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية. النقطة الثالثة في هذا المقترح، وأنا باعتقادي الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي، هناك أزمات، هناك تحديات، هناك يعني أمس نتنياهو صارع بعد أن قدم الرئيس بايدن في خطاب هذا المقترح وقال أن الحرب مستمرة وأنها ستحقق أهدافها في القضاء على حماس، بما يعكس هذا التضارب وهذه الازدواجية ومدى جدية الإدارة الأمريكية ومدى جدية الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بوقف الحرب والالتزام بهذه البنود وتنفيذها. وعندما تقول أمريكا أن الكرة الآن في ملعب حماس، أعتقد أن الملعب الأساسي والكرة في الملعب الأساسي في جانب الإسرائيلي. يعني هذه المطالب هي تحقق المقاصد الثلاثة، وهي وقف نزيف الدم، وقف الحرب، هي إدخال المساعدات، وقف المعاناة، وانسحاب القوات الإسرائيلية. وبالتالي يعني هناك شكوك حقيقية حول ما يتعلق به، هل ستلزم إسرائيل بهذه المقترح، وهل فعلا سيكون بها الرغبة والجدية، أم سيكون هناك مزايدات داخلية ما بين الجناح المتشدد في حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير والذين يعرضون، ونتنياهو يحاول إرضائهم عبر التصريح وعبر المصارعة بتصريحات تناقض وتتصادم وتتعارض مع مقترح أو ما طرحه الرئيس بايدن أمس. وبالتالي إسرائيل ليس لها جدية حقيقية فيما يتعلق هذه المقترحات. حقيقة قدمت ولو كانت تم تنفيذها من قبل لكان تم يعني إنقاذ آلاف الضحايا الفلسطينيين، لكان تم وقف كل هذا التدمير، لكان تم تجنب الكثير من التداعيات سواء على غزة أو على المنطقة. ولذلك صحيح. الآن هناك تحرك أمريكي صحيح في الوقت المتأخر، لكن أنا في اعتقادي المقترح بشكل عام هو بيعني يحقق الأهداف الأساسية في إنهاء الحرب، وهذا تطور مهم في قناعة أمريكا بعد أن كانت ترفض دائما الحديث عن وقف الحرب بشكل دائم أو انسحاب القوات الإسرائيلية أيضا الجانب الإسرائيلي. ولذلك أنا في اعتقادي الكرة الآن في الملعبين الإسرائيلي بقبول وتنفيذ هذا المقترح، وفي الملعب الأمريكي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ هذا المقترح. نعم، ولكن ربما يعني دكتور أحمد الخلافات أيضا محتدمة بشكل كبير بين الجانب الأمريكي وبين حكومة نتنياهو في ظل تصاعد المعارك الضارية في غزة، وكما ذكرت حضرتك أن نتنياهو صرح وقال أن الحرب مستمرة إلا أن يعني يتم تحقيق جميع أهدافها. ما هي أهداف الحرب من وجهة نظر نتنياهو برأي حضرتك؟ أنا في اعتقادي الأهداف المعلنة، هناك أهداف معلنة وهناك أهداف خفية، وهي الأهداف الحقيقية. الأهداف المعلنة وهي تحرير الأسرى والرهائن، وقد فشل في تحقيق هذا الهدف على مدار 8 أشهر من التدمير الكامل لقطاع غزة وقتل آلاف النساء والأطفال. الهدف الثاني هو القضاء على الفصائل الفلسطينية والمقاومة، وفشل أيضا، والآن تعود المقاومة مرة أخرى إلى مناطق مختلفة كما رأينا في شمال قطاع غزة، في جباليا، في غيرها. وأمس فقط 10 عسكريين إسرائيليين في معارك ضارية في جباليا، بما يعني فشلوا في كسر شوكة المقاومة. الهدف الثالث هو منع أي تهديدات من قطاع غزة.
وبالتالي هذه اهداف معلنه لم يحققها، لكن انا في اعتقادي ان هناك هدف حقيقي او هدف اساسي لنتنياهو والمتطرفين، وهو تصفيه القضيه الفلسطينيه، هو تهجير القتلى الفلسطينيين وتحويل غزه الى جحيم واستمرار الحرب واحداث اكبر قدر من القتل والدمار لقطاع غزه ودفع الفلسطينيين دفعا نحو التهجير القسري او الطوعي، وهذا الهدف طبعا يقابل طبعا صد قوي من الجانب المصري ومن المواقف المصريه الثابته والراسخه برفض تماما لمفهوم التهجير القسري او تصفيه القضيه الفلسطينيه او تصفيتها على حساب الامن القومي المصري. ولذلك نتنياهو في مأزق، هو لم يحقق اي اهداف ويحاول اثاره امد الحرب لاعتبارات شخصيه خاصه باثاره امدي وان ينجو من المحاكمه السياسيه والقانونيه محاوله ارضاء اليمين المتطرف، وفي ذات الوقت لم يحقق اي اهداف، وهناك ضغوط دوليه متزايده على الجانب الفلسطيني. اسرائيل الان تقفز العداله الدوليه امام محكمه العدل الدوليه، وهناك مذكرات اعتقال مرتقبه من المحكمه الجنائيه بحق نتنياهو ووزير دفاعه، هناك الان اعتراف دولي متزايد بالدوله الفلسطينيه وتضامن فلسطيني، هناك ايضا اعتبارات انتخابيه ضاغطه على الرئيس بايدن في ظل دعم اسرائيل، وان اصبح ان هناك عبء استراتيجي حقيقي من حكومه نتنياهو. كل هذه المعطيات تدفع دائما الى على الاقل ربما التحول الى الواقعيه الان من جانب الرئيس الامريكي، وقناعتي بان هذه العبث وهذه الحرب اللانهائيه وهذا الدعم المطلق لم يحقق لاسرائيل اهدافها، بل اضر بالجانب الامريكي واضر ببايدن شخصيا. في المقابل نتنياهو في مأزق، هو يعرف ان او يعني يدرك ان الحرب مستمره وعبثيه، وفي ذات الوقت لا يستطيع التراجع لارضاء اليمين المتشدد معه في الحكومه ولاثاره مدى الحرب لاعتبارات شخصيه وذاتيه. ومن هنا تبدو الاشكاليه الاساسيه امام المقترح الامريكي، هو في جديه ونيه ومدى استعداد الجانب الاسرائيلي لوقف الحرب وانتهاء هذا العدوان الهمجي غير المبرر. هل تتوقع دكتور احمد انفاذ هدنه انسانيه قريبا بقطاع غزه؟ وبالتاكيد ان المفاوض المصري كان له دور بالغ منذ بدء هذه الازمه في قطاع غزه منذ 7 أكتوبر الماضي، واكدت مصر مرارا وتكرارا على رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. سيناريوهات التي يمكن أن نتحدث عنها خلال المرحلة المقبلة، هل يمكن أن نتحدث عن إنفاذ هدنة تفضي بنا إلى سلام دائم وعادل في المنطقة؟ اولا الاء فيما يتعلق بالجانب المصري، مصر هي الوحيده الدوله التي قدمت مبادرات لوقف اطلاق النار، هي التي رعت المفاوضات، هي التي قدمت المقترحات، وكما اشرنا المقترح الامريكي لم ياتي بجديد، هو كل المقترح المصري تضمن كل هذه البنود منذ فترات طويله. النقطه الثانيه، مصر لديها اصرار على فقه الاولويات وهو وقف نزيف الدم الفلسطيني، وبالتالي دعم اي خطوه باتجاه وقف هذا الدم، وقف هذه الحرب العبثيه العشواء، وقف التدمير ضد الشعب الفلسطيني، وايضا فيما يتعلق بتخفيف المعاناه وادخال المساعدات، هذه اولويات الجانب المصري العاجله، اضافه طبعا الى تحرك مصر على المسار السياسي والعمل على حل الدولتين لحل هذا الصراع من جذوره. هذه المقابله المصريه هي مستمره، وهي التي انطلقت منذ اليوم الاول لعدوان اسرائيل على قطاع غزه. فيما يتعلق بالسيناريوهات، حقيقه علينا ان نتعامل بحذر فيما يتعلق بقرب التوصل الهدنه او اتفاق في ظل المراوغه والمنهج التحايل التي يتزم بها سياسه نتنياهو، وهي كل الشيء ونقيضه، هو تحت الضغوط يحاول ان يظهر بانه يعني يستجيب للمفاوضات ثم يضع العراقيل وراء العراقيل، لكن هذه التفاؤل مرتبط بامرين، الامر الاول مدى جديه الاداره الامريكيه في الضغط الحقيقي على اسرائيل، هي لديها ادوات قادره على الضغط من اجل وقف هذه العدوان والتوصل للهدنه، الامر الثاني مدى جديه حكومه نتنياهو فيما يتعلق بتنفيذ هذا المقترح، وما دون ذلك يعني لا نتوقع علينا نتعامل بحذر شديد، لان خبره التجارب الماضيه وخبره المفاوضات الماضيه كلما كان هناك يعني ضوء في نهايه النفق وقربنا من اتفاق وشيك، تظهر حكومه اسرائيل وحكومه نتنياهو بوضع العراقيل وبتفجير هذه المفاوضات. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية على هذا التحليل، شكرا جزيلا على هذه الرؤية.